استعمال اير ريفريشنر يعني منعش الهواء هل يفطر الصائم؟ تقول رائحته قوية، قد نشعر بها في الحلق، لا نعلم هل لها جرم أم لا. أقول للسيدة الكريمة، مجرد شم الروائح أو البخور لا يفسد الصوم، الذي يفسده الاستنشاق العميق لما كان له جرم منها كالبخور، لأنه بنفاذ هذا الجرم إلى جوفه يفسد صومه. ويبدو أن الأمر في هذه المنعشات أوسع، وأنه لا يبلغ هذا المبلغ، لكن على كل حال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.